إنها تسقط فقط على وجهه. يا إلهي هذا مضحك جدا يا جاري. لا أعتقد أنني ضحكت بهذا القدر مع شخص ما. عندما تجهزون. شكرا. حسنا لقد قضيت وقتا رائعا الليلة. لأكون صادقة لقد استغربت الأمر قليلا عندما قلت أنها ذاهبون للعشاء، لكن لم يكن الأمر سيئا حقا كما اعتقدت. نعم إنه لطيف. حسنا لنتحقق، دعينا نرى. حصلنا على 34 دولار، مثل 40 دولار ربما يكون هذا جيدا. أو نعم على ما يرام. حسنا إذن هذه 20 مني. لا أعلم ماذا. انظري، هل تريدين وضع 20 خاصة بك؟ ماذا تقصد؟ يجب أنت لا أعلم، هل كنت تدفعين كاش أو؟ هل تمزح معي غاري؟ ماذا؟ ما هذا الأسلوب؟ جيزيل، جيزيل انتظري. لا لن أعود الآن، لقد دمرته. لا تتصل بي. شكرا جزيلا لك. شكرا. لا أصدق هذا، كان ينبغي أن يكون خطا أحمر عندما قال أنه سيأخذني لدار له مثل. هل أبدو مثل الفتاة التي تذهب إلى العشاء؟ أنا شخصيا أحب ذلك المكان، يعني الطعام جيد والسعر معقول. بسعر معقول؟ هل أي شيء يعني يبدو بهذا الرخص؟ يعني إلى جانب تلك الحقيبة المقلدة وتلك القلادة الماسية المزيفة وساعة فولكس. عن ماذا تتحدثين؟ هذه كلها حقيقية. حسناً، لكن المهم أنه لا يعرف ذلك. انظري، أنا لا أفهم ما هو هذا الموضوع. يبدو أنك أحببت غاري حقاً. كلاكما من عشاق القطط، تحبون مشاهدة الأفلام، ويبدو أنك تحبين حقاً روح الدعابة لديه. يعني من يهتم إذا كان جعلك تقسمين الفاتورة؟ من يهتم؟ من الواضح أنك لا تفهمين الأمر جوليا. لقد سئمت من الذهاب في مواعيد مع رجال فقراء. أحتاج إلى شخص يمكنه دفع فواتيري حتى لا أضطر إلى العمل. لو كان هناك طريقة لمعرفة من لديه المال ومن لا. هل أنت متأكدة أنك تبحثين عن صديق وليس رجل غني؟ لا، الرجال أغنياء الكبار بالسن مقرفين، كما أنهم عادة متزوجون. أريد شخصا شابا وسيما يمكن الاستقرار معه. الأهم من ذلك غني. ماذا تفعلين على أي حال؟ أبحث عن وظيفة من خلال لينكدين. لماذا لا تستخدمين إنديد أو زبريكتر؟ لأنه بهذه الطريقة يمكنني رؤية أسماء وألقاب كل شخص يعمل في الشركة التي سأتقدم إليها. بهذه الطريقة بدلا من التقديم مثل أي شخص آخر يمكنني ببساطة إرسال. هذه هي، كيف لم أفكر في هذا من قبل؟ لننسى تندر، من خلال لينكدين يمكنني معرفة بالضبط ما يفعلونه من أجل العيش. بهذه الطريقة سأعرف مسبقاً من لديه المال ومن هم مجرد مضيع الوقت. نعم، لهذا أحبك جوليا، أنت عبقرية. يجب أن أجد الكمبيوتر خاصتي. قبلاتي، الوداع. لذا أخبريني مرة أخرى، لماذا سنذهب إلى اليوغا؟ أنت لا تمتلكين الليونة. فقط كلمتان، إيثن فاندربيلت. إنه يعمل كنائب رئيس شركة اتصالات كبرى. إنه يحب الكلاب والركض والقراءة، كل شيء على لينكدين. وهذه هي كل الأشياء التي تكرهينها. أولاً، أنت أم للقطط، أنت تكرهين الكلاب. لا، أنا لا أحب الكلاب، أنا فقط أحب القطط أكثر. لقد تركت كلب أمك حرفياً على ظهر شاحنة صغيرة خاصة بشخص ما، ثم أخبرت والدتك أنه هرب، لذا لم يكن عليك تعايش معه. هذا كان قبل زمن طويل. والركض؟ هل يمكن أن نتحدث عن الركض لثانية؟ لم أراك تركضين يوماً في حياتك. حسناً، أنت تتعبين من مجرد صعود الدرج. يمكنني بالفعل الصعود على الدرج. حسناً، هذا اعتمد على عدد خطواتي. ومتى كانت آخر مرة قرأت كتاباً؟ لا أعلم، مؤخراً. مؤخراً.
هل يمكنك تسمية كتاب؟ نعم. هل الكتاب المقدس يحسب؟ حسناً حسناً، إذا ليس لدينا الكثير من القواسم، لكن كونه غنياً سيعوض عن الكثير من الأشياء. أتعرفين؟ يجب عليك اختيار شخص لما هو، ليس لما لديه. حسناً، يمكنك تقسيم الفواتير كما تريدين، أنا لن أفعل هذا. إذن هو يذهب أيضاً إلى اليوغا؟ لا، على الأقل لم أرى شيئاً كهذا على موقع لينكدين، لكن أنا أعرف شخصاً ما، سوف ترين. ثلاثة، اثنان، واحد، دع كل شيء يذهب. عمل رائع جميعاً، شكراً للجميع على حضورهم. أنا مندهشة أنك استمريت حتى النهاية، اعتقدت أنك ستفقدين الوعي. أنت جيدة؟ إذا ذكريني، إذا لم يكن إيثان هنا في اليوم ماذا نحن؟ كانت هذه جلسة مذهلة، أشعر أنني أفضل بكثير الآن، خاصة بعد الليلة الرهيبة التي أمضيتها البارحة. ماذا حدث البارحة؟ كيف لا تتذكرين؟ لقد اكتشفت أن برينت كان يخونني. برينت؟ نعم. لقد كان الأمر صعبا بشكل عام، خاصة لأنني اعتقدت حقا أنه الشخص المناسب. هاي عزيزتي، لم يسعني إلا أن أسمع. أنا آسفة جدا لأجل انفصالك. شكرا. إنه فقط من الصعب هذه الأيام العثور على الشخص المناسب، إنه بمن يمكنك الوثوق. أوافقك على هذا 100%. أنا فقط أريد رجل نزيه، لا أبحث عن الكثير. أتعرفين شخص يحب الكلاب، يحب الركض بين الحين والآخر، ليس لديه مانع في تضييع الوقت على قراءة الكتاب بعد ظهر يوم الأحد. حسناً، ربما سأكون عزباء من الحياة. أتعلمين؟ كل ما وصفته للتو يذكرني بابني إيثان، لديه صعوبة في المواعدة والثقة بالناس أيضاً، ربما بسبب مدى نجاحي. أنت تمزحين. إذا كنت ترغبين بذلك فربما يمكنني تحديد موعد لكما. نعم. عظيم. نعم. لا لا. وبعد ذلك قلت من الأفضل أن لا نتغلب على الضربات يا سيد أندروز. إنه مضحك جدا. يا لك من راوي قصص جيد إيثان. شكرا جيزيل، ربما لأنني أحب القراءة. أمي قالت أنك تحبين هذا. ماذا تقرأين الآن؟ يا إلهي، لا أحد تعرفه، مؤلف الرومانسية في الغالب، أنا رومانسية ميؤوس منها. مستحيل، أحب الحصول على الروايات الرومانسية جيدة. هل قرأتي رواية نورا روبرتس الجديدة؟ هوية. هوية؟ لقد كانت جيدة جدا. كيف تجد فطيرة الموز هذه بالمناسبة؟ يمكنني أن آكل 10 من هذه. من المؤلفين تحبين؟ يا إلهي، هناك الكثير، كيف يمكنك اختيار واحد؟ اسم واحد فقط، هيا واحد. واحد. جوليا، إذا كان علي اختيار فسأقول جوليا. جوليا كوين هي واحدة من أفضل المؤلفين لدي على الإطلاق. هذا جنون. أتعرفين؟ يجب أن أقول لم يكن لدي الكثير من القواسم المشتركة مع أشخاص آخرين، لكن هذا أفضل ما قدمته أمي إلي. صراحة أنا ولد أمي. على الأقل كل صديقاتي السابقات أخبروني بذلك. انتظري، بدأ ذلك سيئا عندما أقول صديقاتي السابقات، لم يكن لدي الكثير. حسنا، 1.5 تقنيا، لأنني اعتقدت أنني كنت في علاقة مع فتاة، لكن اتضح أننا مجرد أصدقاء، لكن كان وضعنا محرج حقا. أهلا وسهلا بكم.
انظري الآن بكل جدية، إذا كانت الأمور كذلك المضي قدما بيننا لدي قاعدة واحدة. أنا آسف لقولي هذا مخاطرة، لكن إذا كنا سويا لا تدفعي مقابل أي شيء. هل هذا جيد معك؟ لن أقاتلك على هذا. إذن سمعت أنك تركض، وهذا بيتي. واو، ها هي، وهذا ريكس. قبلات، يبدو أنك اجتزت اختبار ريكس. هل أنت مستعدة؟ نعم. هيا. هل أنت بخير؟ هيا 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 بسرعة، هيا اتبعيني. هيا عزيزتي. هيا. أنت بخير؟ هيا نحن في منتصف الطريق. هيا. أعتقد أنه تم تهجئة BRNDY. مهلا، هل كل شيء بخير؟ قلت أنا حالة طارئة، أو بالمناسبة لديك فراء كلب في جميع أنحاء فستانك. هذا بالضبط ما أتحدث عنه الآن. لا أعتقد أنني أستطيع تحمله جوليا، إنه يقودني إلى الجنون. ليس لدينا أي شيء مشترك حرفيا. حسنا، لقد حاولت أن أحذرك، لكنك قلت أن ماله سيساعد في التعويض عن هذا. لا يوجد مبلغ من المال في العالم يمكن أن يعوض ما مررت به خلال الأشهر الماضية. أولا، إنه قديم الطراز، لذا يتوقع مني القيام بكل أعمال الطهي والتنظيف. ثم والدته موجودة باستمرار، إنه رجل بالغ ومع ذلك لا تزال تقوم بكل غسيله لأجله. أي نوع من الرجال يفعل هذا؟ وكلبه المزعج ينام معنا يوميا في فراشنا، في فراشنا، يترك فراءه في كل مكان. لا يريد إيثان أبدا مشاهدة التلفزيون أو الأفلام، هو فقط يريد أن يقرأ. لديه نكات فظيعة جدا، والشخص الوحيد الذي يعتقد أنه مضحك هو والدته. كلاهما لديه هذا صوت الضحك المزعج. أنا حرفيا لا أستطيع تحمله بعد الآن. لذا بعبارة أخرى، أنت تقولين يجب عليك حقا اختيار شخص لما هو عليه ليس لما لديه؟ حسناً، أنت محقة. هل هذا ما تريدين سماعه؟ أريد فقط شخص يمكنني مشاهدة الأفلام معه ويتمتع بروح الدعابة، ومن يحب القطط. إذا تمكنت من العثور على شخص كهذا فلا أمانع من تقسيم الفاتورة. يبدو أنه لم يكن يجب عليك ترجاري وقتها. إذن ماذا ستفعلين؟ هناك شيء واحد فقط لفعله. وبعد ذلك من الأفضل أن لا تسعق اللكمة سيد أندروز. أنا أوافق، أنا أصبح أفضل وأفضل. أو عزيزتي تعالي، هل تمانع قليلا سيدي؟
نعم صحيح. هاي، هل كل شيء على ما يرام؟ هناك شيء أريد أن أخبرك به. حسناً، وأنا كان لدي شيء ما لأقوله لك. لا لا أبداً. حسناً حسناً، لقد كنت أفكر قليلاً في الأشياء مؤخراً جيزيل، وأنا أشعر أشياء غير جيدة. انتظر، هل تنفصل عني الآن؟ لم يكن قراراً سهلاً، لكن لقد تحدثت إلى أمي وشعرنا أن كلانا الأمر لا يعمل. والدتك؟ أي نوع من الرجال يفعل هذا؟ لا لا، أنت لن تنفصل عني الآن، لأنني أنا من سينفصل عنك الآن. جيزيل، هل يمكنك؟ لا تحاول حتى التراجع عن هذا الآن. أنت طفل يبلغ من العمر 26 عاماً ولا يمكن حتى اتخاذ قراراته بنفسه، لأنه يجب أن يجعل والدته تتخذها. ليس لديك روح الدعابة، وضحكتك مزعجة جداً. أو لأكون صادقة معك تماماً، أنا أكره كلبك. جيزيل، هذا ليس مقدار المال الذي تجنيه. لست أفضل من الرجل الذي كنت أتحدث معه؟ كان طبيعي بالفعل، يحب مشاهدة الأفلام ويحب القطط، وهو كان مضحك بالفعل بخلافك أنت. سأعود إليه، اسمه جاري. جاري، ما الذي تفعله هنا؟ أنتم الاثنان تعرفون بعضكم. جاري رئيسي، رئيس الشركة. هل ترين؟ أفعل هذا فقط لأرى ردة فعل شريكتي على تقسيم الفاتورة، ولكن إذا كان هناك مشكلة، هذا النوع لا يعجبني. أتمنى ألا تكوني منزعجة. ريكس، لا! أنا آسف جداً، آسف جداً. هيا ريكس، هيا